الحقني يا دكتور. خير؟ في ايه؟ مصيبة. انت متأكد ان انت قفلت الخزنة كويس قبل ما تمشي وتروح امبارح؟ ايوه متأكد طبعا. امال مين اللي فتحها؟ في حد معاه ارقام الخزنة دي غيرك؟ لا. يبقى انت اكيد يا بين ستها مفتوحة لما جيت جبت لي 20,000 جنيه. لا وايه ومشيت معايا كده من غير ما تتشك، هي مفتوحة ولا مقفولة؟ طب يا جماعة بالراحة شوية، اكيد في كاميرات والكاميرات دي هنفهم منها ايه اللي حصل ولا ايه؟ على اساس بقى ان الحرامي ده عبيط مش هيفصل الكاميرات قبل ما يتنيل يسرق. انت رجعت الكاميرات دي وشفتها؟ طبعا رجعت الكاميرات دي اول ما عرفت بالمصيبه دي، ولقيت فعلا ان الجهاز بتاع الكاميرات مفصول. هو الجهاز ده مش موجود في مكتبك؟ موجود في مكتبي. وايه المشكله يعني؟ هو انا ليل النهار قاعد على المكتب؟ ما انا يا اما ببر على العيالين يا اما في الطوارئ. ممكن بقى استغل الوقت ده ودخل فصل الجهاز ومش محتاج اصلا هو يدخل مكتبي، ممكن يفصل كهربة الجهاز من بره. طب ثانية واحدة بس يا جماعة، ممكن نفهم الأول الخزنة دي كان فيها كام؟ حوالي 800,000 جنيه. شفت؟ بيقول لك حوالي، هو مش متأكد كان فيها كام بالظبط. استنى بس. إيه يا وليد؟ 800,000 جنيه ليه ما وردتهمش على البنك على طول؟ ليه سبتهم في الخزنة يعني؟ كان فاضل يومين على القبض ودكتور ياسر قال لي خلاص أوكي خليهم هنا. أيوه أنا قلت أوكي عشان أقبض الناس في مواعيدها، وكنت فاكرك مصحصح ومركز في شغلك مش واقف تايه. انت بتكلمني كأن انا اللي سرقتهم. علشان انت المسؤول قدامي يا استاذ وليد. كفايه كفايه عشان افهم ايه اللي حصل. انت مشيتي يا نيره الساعه كام امبارح؟ لا لا يا دكتور انا مشيت على طول، حتى ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص، وبالامارات كان خطيبي مستنيني بره. وانت يا مصطفى ما شفتش حد امبارح خارج بكيس بلاستيك او شنطه كبيره نسبيا؟ كيس بلاستيك ايه يا دكتور حاتم؟ انت كده يعني بتحقق وهتوصل للحقيقه؟ سيبونا لوحدنا دلوقتي. بصراحة يا دكتور انت غريب جدا. تصدق مفيش حد غريب غيرك؟ وانت طريقتك دي هي اللي توصلنا للحقيقة؟ ما هو اللي مش تعبان في حاجة، اللي ايده في المية. كفاياك بقى كفاية. انت هتتخانق مع اختك ولا ايه؟ لا ولا هتخانق ولا حاجة، انا هبلغ البوليس وهو هيتصرف. ولا انت عندك رأي تاني يا دكتور حاتم؟ Thank you.